get the menu, please? But the menu is here, okay? Okay, come with me, please. Thank you. نروح نشوف المنيو. السلام عليكم طلاب ابراز، رجعت لكم بفيديو جديد وفلوج جديد ضمن جولتنا باسبانيا مايوركا. طبعا نسيت اسوي المقدمه بهذا الفيديو، اسف على هذا الشيء. راح اجرب الباية الاسبانيه واسوي لها ماك بانك من مطعم 5 نجوم، وبعدين راح نروح المطعم شعبي ونسوي ماك بانك للباية الاسبانيه ونشوف المقارنه بين المطعمين. خليكم وياي واشكركم على المشاهده مقدما. كله فريش وكازة، وهذا المطعم مصنف 5 نجوم. هاي الأسماك الرهيبة. The menu is Spanish, Deutsch, English. Okay. Thank you so much. Alright. كيف هسا هاي هنا أنواع من الفاية. أكو بالسي فود، أكو ميكست يعني مختلطة ويا دجاج وسي فود with rabbit. حتى بالأرنب عندهم فاية، بالأرانب طبعاً. بالدك يعني أكو بطة. Okay, can we get lobster paella and this one, please, chicken paella and please spaghetti bolognese. Three. Yeah. Everything That's together. It. Yes, everything together. Okay. In here. Thank you so much. هسه طبعا طلبنا paella بالدجاج وpaella باللوبستر يعني بجراد البحر، وطلبنا سباجيتي بولونيزي طبعا للعائلة. اوكي طبعا هنا نريد نطلب المحار، بس مو هذا المسلز، هذا المحار التقليدي الاسود المعروف اللي دائما نجربه. لا بس اكو اويستر اللي هو هذا، هذا الاويستر اللي هو يصير مثل الرخويات يعني. Can we please get some oysters from this? Yes. Alright, great. طبعا هاي الوحدة سعرها تقريبا 4 يورو يعني 3 يورو و95 سنت. احنا اخذنا 10 من عندهم. هلا غراتياس. اوكي يوسف، طبعا هاي وصلت البايه مثل ما جاي تشوف، والمحار اللي طلبناه خلوه فوقها. اوكي حلو، يلا راح ابدي هسه طبعا ابلش. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني ابلش بهذا المحار. شوف بقى هذا الماي، المحار مالت البحر. شوف يوسف هاي الطبخ شوي حلو. بح 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 بح. الله عيني، بسم الله تفضلوا. هذا شو تسوي لاخويا؟ طق عصرة ليمون قليلة يوسف. اعصر لاخويا. شوف لي هذا الليمون على هذا المحار الرهيب. لا تسولف لي. لا 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 لا. ملوحة البحر وبعد. ممكن تنطيني فد 10 ثواني استوعب الطعم، استوعب النكهه الفظيعه. شوف ليش راح اسوي محاره اخويا. حلو، بما انه ماكو خاشوقه شو تسوي لهم بعد؟ تاكل بالمحاره. صحيح، تاكل بالمحاره يا اخويا. هو هيك لازم. طقع عصره ليمون بهاي الطريقه تتناولها. اقدر طب حلقي؟ يلا خلينا نجرب. جرب. الطعم فظيع صراحة يعني، خصوصا هذا المحار يعني. Everything is good. Yeah, thank you so much. It's very good. You are eating the best paella in Mallorca. Cool. Thank you. Here in Sabarca. It's really good. Enjoy. Thank you so much, sir. You're welcome. It's really good. قال طبعا انت جاي تاكل احسن باية بمايوركا. وبالفعل سووها بطريقة احترافية يعني، صراحة ما اعرف شلون. هذا الشيف يمكن هو اللي طبخها، هذا المشرف عليهم يوسف. تحت اشراف الصير. حلو طبخاه. شوف لي هالمحل. واو شلون مرتب محار صراحة رهيب. طعم خيالي يا ابطال، صح؟
صراحة مستمتع بهاي الوجبة الرهيبة. Alright, great. اجت طبعا الباية مال التشيكن مال الدجاج. Okay, you can bring it here. Yeah, please. Okay, حارة يقول لك لا تجيسها أبد. ممتاز. هذا شكلها. Gracias. You? Yeah, we do it ourselves. Thank you so much. You can just put it here. Yeah, thank you. Gracias. جابوا لي خاشوق عملاقة يمكن يدرون بي أمير بروز ما أدري صراحة ما يدرون هم ما قلنا لهم على القناة ولا أي شيء ما ذكرنا سيم بينا مدام تطلبتها عملاقة هاي الخاشوق قال لي كنت أنتظرها صراحة يعني خلنا نجرب المحارة هاي والله جربنا المحارة وقلنا ردك فعلك عليها أخويا المشوية سولف لي ما ادري طعمه غريب ترى جديد شو رايك سويكي هسه يعني الطعم كلش طيب ها يوسف شو رايك الطعم كلش طيب ملوحه يعني طعم بحري بالضبط نكهه بحر كلش قويه بالضبط هاي العصره شوفها عشتيده هي والليمون سوى بقت لك ثالثه اخويا تعصر لها هيك شيء سوي لها This is the lobster paella. Awesome. Plato de pollo. We didn't order this actually by mistake or what? No, this is a courtesy. Ah, this is for you. This is a vegetarian paella and we think you want to try this okay, because I was so confused because I ordered lobster paella and I didn't get it. Gracias. اوكي طبعا ابطال امير بروز شويه اذروني هم داخل ودوخوني وياهم جماعه المطعم طلبنا احنا مثل ما قلت لكم لوبستر بايا وطلبنا دجاج بايا بالدجاج طلبنا محار بعدين فهم المحار جابوه شنو طبخوه وجابوه عليه بايا هديه من عندهم بس مو مشكله ليش لان وصلت لان وصلت نقول لكم عليها نظر عن كثر هاي البايا الرهيبه بعدها حارة تعال شوف يوسف شوف يا الله بستر الفوميك صراحة حارة بعدها شوفوا لها هاي عليها قطعة لوبستر اسبانية اصلية نجربها وياكم هو هذا الشغل الصحيح يوسف صراحة الطعم خيالي يا أبطال بس حارة حاول شوي تبرد روبيان بيها طبعا ومحار وهاي شغلات يوسف شنو من بردت لا لا اخويا صراحة فشي رهيب على الله بستر جايب لك لنا تكسر بيهن واو تعال شوف لي هاي اللحمة نضغطها هنا كفويها الصاص لا لا هالشي صراحة يفوق الخيال الطعم يا أبطال أمير بروز مستمتع بهاي البايا الإسبانية الرهيبة هاي اللابستر لازم هالشكل بالإيدين يعني شو تريد تاكله مثلا ما إلى أي طريقة ثانية طلعها جاب لنا النباتية أول شيء ودخنا بيها صراحة يعني ما ندري شنو هاي قلت له وين اللوبستر يوسف شوفوا لي هاي اللقمة التاريخية
روبيان ويا روبيان المحار طبعا يعني مسوي لك اياها تشكيله بحريه بحريه خالصه يوسف كانما يعني تحس بيها نكهه البحر فظيعه اخويا بالضبط والبهارات هاي الرهيبه شوف 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 حتى المحار مالته مدمس جاي عيني هذا اللابستر شوف هاي اللحمه مالته اوه اخويا شغل عدل اخويا هاي اللقمه بيها كل المأكولات البحريه اوكي هسه خلونا نجرب فاي الدجاج هاي بصدور الدجاج والخضار الشكل مسويها واه على عيني طبعا مو بس صدور وياها حتى افقاد وما ادري شنو يعني عظم هم موجود بيها ممتاز صراحة خلوني اخبطها طبعا كلها سوا عيبها الوحيد يوسف الدجاج يعني قطع صغار وتلقى بيه عظم يعني شنو معناتها هاي لا هو صدر مثلا او يعني شلون هسه هاي هسه مثل هاي قطعة الصدر مبينة الشكل تتناولها الخضار اللي عليها درجة أولى هو طعم الباية بشكل عام يعني تتبيلته شغلاته شلونها مكوناته ممتازة صراحة البحرية أحلى عندي أنا حلو بس مال الدجاج مو قاصرة يعني التمن اللي يستخدموا بيها الحبة الصغيرة بس مو الياباني الدبق لا صحيح لا صراحة ممتازة هاي صدور الدجاج الشكل جاية الخضار صراحة ممتازة يعني قلت لك بس اللي ضوج بيها يعني العظام ما اعرف شنو قطع صغار صباح الخير على ابطال امير ابراز شلونكم شو اخباركم ان شاء الله الجميع بخير طبعا من الفندق وهسه حاليا ان شاء الله راح نبدي نطلع انا ويوسف المصور مالتي طبعا ونستكشف وياكم ونكمل بقية البلوج امس طبعا جربنا مثل ما شفتوا في الباية الإسبانية بنوعين بالدجاج وبالمأكولات البحرية وصراحة ما كنت مقتنع بنسبة 100% إنه هاي الباية هي أفضل شيء هنا بإسبانيا اليوم راح نروح نستكشف ونشوف بعد بلكت نشوف مطعم ثاني يسوي باية مثلا نسوي مقارنة بيناتهن طبعا هسه طلعنا من الفندق ورايحين نستكشف نشوف لنا مطعم يسوي باية انا لازم اسوي مقارنه اخوي لازم اسوي مقارنه لا لان البارحه اللي اكلناها يوسف ما مقتنع بيها انا 100% يعني صح طعمها ممتاز ورهيب وكذا وهاي بس لازم يمكن لك احد احسن منه هاي الباية Gracias. Valencia. Yeah, Valencia. And this one, please.
seafood. Marisco. Yes, please. Everything marisco. Uh-huh. Thank you. Gracias. Okay, طبعا هسه طلبنا واحدة بالدجاج بالفالنسيا والثانية اللي هي بالمأكولات البحرية. وخلي نشوف شو راح يكون المقارنة. طبعا بالمناسبة هذا المطعم شعبي مثل ما جاي يشوفون يعني الناس ما شاء الله الله يرزقه هواي عليه. أمس المطعم اللي رحنا له يعني تحس إنه فارغ تقريبا. راتياس يلا مطعم اللي رحنا له أمس فارغ تقريبا يعني مطعم غالي 5 نجوم. هنا أنا مطعم شعبي يعني والناس تجي له بكثرة. فنشوف شنو السر بهذا الحضور الجماهيري الكبير راح استرسل وبدي اعلق على طرف. نعم سيدتي سادتي مالايزيا يس 2 spoons please. Spoon. Yes please. Thank you. اوكي طبعا وصلت الفاية مثل ما تشوفون اثنين هاي وحدة بحرية وهاي بالدجاج وبعدين حارات طبعا وهاي الطاوات مالتين. شوف الترتيب صراحة الريحة لا تقاوم بس طلبنا من عنده يجيب لنا خواشيق لان يعني ما اعرف شلون ياكلون الفاية بالشوكة او بالشطر. على كل حال لحد الان الترتيب مالهم حلو ممتاز يوسف. ترى الترتيب مال 5 نجوم بالضبط مو مال مطعم شعبي بالعلم. هو هذا اعتقد ما في حتى التقييم. هو مطعم كلش عادي شعبي يعفي ما شفنا تقييم عليه احنا صحيح. اصلا المطعم شعبي ممكن ما موجود حتى بمواقع الانترنت او بالجوجل خرائط بالضبط. مجرد متعدين احنا شفنا العلامه هاي اللي شفتوها بدايه الفيديو صحيح. انواع الفاية العده قلنا خلينا نجرب الفاية مالته. Alright, هسه خلونا نبلش. بلش. ونشوف راح أبدي بالدجاج يوسف شو تقول؟ بلش. خلي البحرية بعدين لأن صراحة شكلها فظيع. حلو. طبعا بالمناسبة يوسف طلب له وحدة. يعني ما راد يطلبها هسه لأن راح ينتهي بالتصوير وخاف تبرد يعني. صحيح والله. أوكي هاي نحلة. يلا نبدي بسم الله. شلون قالها تصير مثل الحكاكة بيها من جوا. نجرب اول شيء التمن. واو شنو الخضار اللي عليها فلفل اخضر وفلفل احمر بارد وبازاليا واكيد البصل والهاي الفاصوليا الخضراء. حلو طعم رهيب يا يوسف طعم خيالي يا ابطال. والدجاج شوف ايش قال لك هنا اذا تلاحظون امس بذيك الباية مال 5 نجوم حاط قطع دجاج صغار وبيهن عظام صغار العظم يعني يضوجن عظام كلش صغار بس هذا هنا انا حاط لك اجنحة ويعني قطع من الدجاجة كبار. حلو صراحة طعم رهيب. استمتع مبين. احكي لنا الصراحة منو أحسن؟ آخر استمتاع. يوسف خليها بالنهاية مفاجأة. يلا. البارحة اللي طلبناها حجمهن أكبر. بس حتى لو يعني تقارن السعر فظيع السعر. إي طبعًا. يعني هسه حتى لو مثل يجيب أذنة يكبرهن إلك
ما اصور راح يصير سعرهن بسعر هذا النيو سيوس. المسائي الوحده 13 يورو سعرها. يعني 226 بالضبط. 226 الوحده مدري 30 هذيك الوحده اخويا صارت 59 يورو. 60 يورو. غالي. على المود الصيت مال المطعم والسمعه. خمس نجوم وما ادري شنو. با هنا ايش قال لك يوسف؟ تعال فاصوليا كبار. كيف هاي الفاصوليات؟ طبعا فاصوليا خضراء وفاصوليا حب مطبوخه حجم جامبو كبير. شو تصير ويا البازاليا ويا الدجاجة يوسي؟ والله شوف لنا اخوي يوسف عالم ثاني. اعذروني اذا شوية اسكت مرات، السكوت يعني الطعم خيالي يا ابطال، بس ادري بيكم تريدون تسمعوها انتم. هيا بعدها حارة. يلا تفضلوا افتح حلقك يا بطل، افتح حلقك يا بطلة. طاية اسبانية بالدجاج من اروع ما يكون. نجرب الليمون. انا صراحة الليمون افضله على البحريات يعني اكثر من الدجاج، بس هو جاب علي قطعة ليمون. نجربه ويا الليمون. جاي يشوف لي لون التمن، لا هو اصفر ولا هو احمر، برتقالي. صحيح. التتبيلة الإسبانية عليها مالت الباية الرهيبة. جرب الثاني يا اخوي، عوف الحكاكة. شو تحك بيها بعد؟ انطيها هاي يا اخوي بدون اي منازع وبدون اي مجامل. 10 اخوي. حلو. سجلت اليوم مكسه 10 من 10. اوكي. نجي لهاي البحريه. يوسف مستعد لهاي البحريه لو لا؟ خلوني انزع لها النظارات هاي. واستعد لها استعداد جيد لتقبل الطعم الفظيع. وشوف لي التمن هنا أنا لونه شويه اصفر اكثر. ها عيني ريحه البحر الفظيع البيه يوسف. صحيح. يلا بسم الله. يا اخي ماذا يطق الميز؟ شو اسوي؟ لا طق الميز اعصابك. شوف هذا حتى مقطع لك جراد بحر هنا. هاي اللي تقول عليها مقطع بيها. اي صحيح. شوف هاي القطعه. اه بالضبط موجوده. شوف المحاره شلون مدمسه. المحاره مدمسه مخبوزه صح. حلو. انت
شوفوا لي هذا نسيت اسمه الحبار الحلقات مسوي على شكل حلق مقطعة روبيانة عملاقة بالنص هاي الروبيانة طبعا أقول لكم عليها نظرة عن كثب وش راح أخلي وياها خلوا ياها كل البحريات محارة اوكي روبيانة حبار وجراد البحر طق عليها عصرة ليمون هاي الطريقة شوية ويا هاي الخضار البحرية والشغلات كلها نتناولها صراحة فشي رهيب هذا طبعا ملات الروبيان تعرفون بيهن يعني تحس بيها طعم بحري كلش قوي ريتش سي فود فليفر والبحرية تحسها مدمسة أكثر يعني تم مالها مدمس الجو حار والفاية مننا حارة شوية سبايسي سجل يمك 10 ثانية حلو يعني صراحة ما توقعت هذا المطعم راح يكون الأكل مالته بهاي الدرجة مطعم شعبي عادي يعني حتى بالنسبة لي أنا أحسن من المطعم اللي رحنا له أمس بهواي بالمقارنة أكيد أنا بالنسبة لي هذه فوز صراحة المطعم ممتاز تقييم هاي الوجبة للطبقين أنطيها 10 من 10 للخدمات أنطيها 10 من 10 وصراحة المطعم يستحق إنه يكون على الأقل 4 نجمات إذا هو مثلا سوى له تقييم وأشياء من هذا القبيل ممتاز جدا انتهينا